سيف، احكي لنا شنو الطرق اللي كنت تتبعها حتى تدرس، حتى نعلم الطلاب اللي راح يجون الصف السادس السنة الجاية؟ سؤال جيد. بالنسبة للطرق اللي أنا استخدمتها، هو القراءة بذكاء وليس القراءة بجهد. أنا شفت بعض الطلاب إنه يقومون لساعات متأخرة من الليل ويعتمدون على أكثر من طريقة، يعتمدون على مدرسين مختلفين، وهذا شيء صعب. وقضية الانتساب، إنه طالب يطلع من المدرسة ويقرأ بالبيت، وهي سالفة أبدا ما تهم. الطالب إذا ما كان يقرأ يوم بيوم ومتابعة مع المدرسين، ما راح يحقق الشيء اللي يريده ولا راح ينجح. فأفضل طريقة هي الدراسة بذكاء أولا، ومتابعة المدرسين، وعدم الاعتماد على أكثر من مصدر. ما شاء الله ما شاء الله. زين.